ورجعت لك اهو عشان نكمل ونعمل ايه الرجلين. انا هعمل من الرجل دي اتنين، تمام؟ انا عامله واحده وهعمل التانيه قدامك. تعالي بقى هبدأ بالخيط الايه اني بيك. انا قلت لك ان انا جايبه هيمالايا افري دي. طيب هعمل ايه؟ والابره جايباها مقاس اتنين. هعمل خمس سلاسل، دي عقدة البداية، وهعمل خمس سلاسل، تمام. من تاني غرزة هعمل غرزة حشو، كمان غرزة حشو، يعني تلات غرز حشو بكده، اتنين تلات غرز حشو، تمام. اخر غرزة دي بقى هعمل فيها اربع غرز حشو مع بعض، واحد اتنين تلاتة، دي القدم بقى، اربع، اربع غرز حشو. وانا بقى في الجهة المقابلة اهو من السلاسل، يا رب بس النبيت يكون واضح. الجهة المقابلة هشتغل تلات غرز حشو، واحد، رجع بس عشان ايه انا كده ايه مش داخلة في الغرزة قوي، واخد معايا خيط عشان اثبته، واحد، هشتغل تلات غرز حشو، واخر غرزة هشتغل فيها اربع غرز حشو مع بعض، تمام. اخر غرزة عندي اهي هشتغل فيها اربع غرز حشو مع بعض، يعني في جوه غرزة واحدة اربعة مع بعض. خلاص ده كده ايه اخر السطر، تمام. اهو ابتدي بقى ان انا اعلم السطر الجديد بدون مختلف. هشتغل بقى هنا، بصي اهو، يا رب بس النبيتي معلش مش واضح قوي، بس ايه انا هحاول اقولك. هشتغل هنا تلاتة حشو، تلات غرز حشو، واحد اتنين تلات غرز حشو، وبعدين هعمل تزايد، وبعدين واحدة حشو، وبعدين تزايد، وبعدين واحدة حشو، تمام. وبعدين هشتغل تلات غرز حشو، تمام. بعد كده هشتغل تزايد حشو، تزايد وحشو، عشان يبقى عندي 18 غرزة حشو، تمام. انا اهو خلصت السطر التاني، يلا بقى ندخل على السطر التالت. هعمل ايه؟ هشتغل على اللوب الخلفي غرز حشو ثابتة 18، يعني على الحلقة الخلفية اهي، الحلقة الخلفية اهي، هشتغل عليها غرزة حشو واحدة، يعني في كل غرزة غرزة 18 غرزة حشو ثبات. انا هبشتغل على الايه اللفة الخلفية، قلتلك اللفة الخلفية عن الجهة التانية، الامامية عن اللي لك، تمام. يبقى انا هشتغل 18 غرزة حشو على اللفة الايه الخلفية، انا بشتغل معاكي اهو، وبعد 18 غرزة حشو على اللفة الخلفية، نمشي معاكي خطوة خطوة في القدم بالذات اهو، نعد 18 غرزة حشو، تمام. طب يلا السطر بقى اللي بعده، بصي بقى شايفه الفكره انها ايه، تدي تانيه كده لجوه، بقت متنيه لجوه، خلاص. طيب هعمل ايه؟ اشتغل حشو
اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة غرزة حشو، وبعدين خمس تناقصات، خمس مرات يعني كده. أول تناقص، تاني تناقص، عد معاكي خمس تناقصات، تمام؟ بنعمل التناقصات مع بعض. هيتبقى عندي لسه كمان تناقص عشان يتبقى تلات غرز حشو اهو. بعمل التناقصات، خمس تناقصات، تمام؟ ده آخر تناقص، خمسة، وبعدين اتبقى تلات غرز حشو اهم، تلاتة حشو، واحد، اتنين، تلاتة حشو، تمام. يلا السطر بقى اللي بعده، اعلم بس ادخل الخيط عشان اعلم. يلا هعمل ايه؟ اشتغل معاكي اهو. تلات غرز حشو، واحد، اتنين، تلاتة، تمام. وبعدين هعمل تناقصات كمان، تناقصات اربع مرات تناقص. ادي واحد، اتنين، اتنين، تلاتة، اخد بس التناقصات معلش مش شايفاها، تلاتة، رابع تناقص، يبقى أربع تناقصات. وبعدين غرزة اهو، معلش، ثلاثة، اتنين، الإبرة رفيعة شوية بس ايه يعني، هي اللي كانت ماشية شوية مع الهيمالايا. وبعدين اتبقى غرزتين حشو، واحد، اتنين. يلا السطر بقى اللي بعده، حاول بس ايه افردها كده شوية، تمام كده. تعالي يلا بقى هنغير لايه، للون البنطلون. انا بسيب حلقتين على الابرة وهاخد لون البنطلون، بعمل غرزة البداية برة اهي، واعديها من وسط الحلقتين، وهشتغل على الحلقة الخلفية او اللوب الخلفي. بصي شايفة الحلقة الخلفية اهي، شايفة؟ اخد بس معايا خيط اثبته، خلاص بقى انا مش محتاجة تاني، خلاص ثبته في اول حلقة. هشتغل 8 غرز حشو على اللفة الخلفية، 8 غرز حشو على كل غرزة بس على اللفة الايه الخلفية. اهم حاجة تاخدي بالك ان في اللفة الخلفية هتشتغلي 8 غرز حشو، تمام؟ اهو هشتغل 8 غرز حشو على اللفة الايه الخلفية. تعالي بقى نبتدي السطر الجديد. هعمل فيه ايه؟ هعمل واحدة حشو وواحدة تزايد، يبقى غرزة حشو وغرزة تزايد، عشان يبقى عندي السطر ده 12 غرزة حشو. خلاص، واحدة حشو واحدة تزايد، غرزة حشو وغرزة ايه تزايد. هشتغل السطر كله كده، واحدة حشو واحدة تزايد. احاول بقى ادخل الخيوط دي، دخلها جوه الرجل كأني ايه بحشيها يعني، ما تقصهمش، دخليهم وحشيها بشوية الخيوط البسيطة دي وشوية فايبر كده صغيرين. احشي بس الايه القدم، حاجة بسيطة خالص، مش عايزة كتير، عايزة حاجة بسيطة، مش عايزة القدم تبقى ايه تخينة، لا انا عايزاها حاجة بسيطة. حاول بس ادخل القدم الفايبر ده في القدم من جوه، تمام. تمام، تعالي بقى نكمل بقية السطر. انا هشتغل على اللفة بقى الامامية، على اللفة الأمامية هعمل واحدة حشو واحدة تزايد. بصي اللفة الأمامية هنا بقى، عشان أنا عايزة البنطلون يبقى خارج لبره، يبقى إيه تحس إن هو مليان كده، فواحدة حشو وواحدة تزايد، غرزة حشو وغرزة تزايد على اللفة الأمامية، عشان يبقى هنا
يبقى عندك 18 غرزة حشو، غرزة حشو وغرزة تزايد. السطر كله هعمله كده 6 مرات. تعالي بقى في الغرزة كلها هنبتدي نشتغل السطر الجديد في الغرزة كلها، في كل الغرزة هنشتغل ايه؟ غرز حشو. خلاص بقى مش هشتغل لا لوب امامي ولا خلفي، لا انا بشتغل بصي يعني تحت الحلقتين، هشتغل غرز حشو 18 غرزة حشو. هعمل كم سطر ثبات؟ 7 سطور ثبات على 18 غرزة حشو، اهو في كل غرزة هدخل غرزة. خلاص انا كنت محتاجة بس ان ايه البنطلون اطلعه لبرة شوية من تحت كده، يبقى طلع لبرة شوية. فكده انا هشتغل 18 غرزة حشو 7 سطور ثبات. اهو انا خلصت سطور الثبات. احاول بقى ان انا ايه احشي فايبر. زي ما قلتلك باخد قطعة قطعة كده كده صغننة واحط ايه احشي الرجل. طبعا انا مش محتاجة ان احط فيها سلك، انا هخيطها كده من تحت. احشي بس الرجل كده شوية، تمام خلاص كده معقولة. تمام شايفة انا مهوياها شوية مش مليانة، انا مش ملياها لا انا مهوياها علشان انا هخيط من فوق، فهويها ما تبقاش ايه مليانة فايبر. تعالي بقى يلا ننقص بقى، نعمل تناقص مرة واحدة، يعني كل غرزتين هاخدهم مع بعض 6 مرات، كل غرزتين بصي كل غرزتين هاخدهم مع بعض كم مرة؟ 6 مرات. هعمل تنقصات 6 مرات. انا خلصت اهو 6 تنقصات. هسيب بس حتة من الخيط عشان هخيط بيها واقص الخيط. تمام كده تمام. شيل بقى الايه العلامة ان انا كنت معلمة بيها الرجل. كده انا خلصت الرجل اهي البنطلون. شايفة الفكرة بقى اهو عملت ايه؟ 2 رجلين. البنطلون طلع من تحت شوية من عند القدم. خلاص كده انا عملت الرجلين وكده تمام. تعالي يلا بقى اعمل معاكي الايد. الايد هعمل بلون البشرة. انا محتاجة اعمل بلفتين علشان الايد هتبان من تحت، فهعمل لفتين حلقة سحرية باللفتين. كام غرزة حشو؟ هعمل 6 غرز حشو. تمام في الدايرة السحرية بس من لفتين هعمل 6 غرز حشو. اللفة السحرية شد من الجنب ده ودي هتشد اللي تحتها. خلاص اهي دي شدت اللي تحتها، يبقى الفتلة دي اللي هتشد دي. تعالي بقى اعلم السطر ايه الجديد. هعمل ايه؟ هعمل غرزة حشو. انا رجعت بقى لابرتي اللي هي مقاس رقم 2 عشان اشتغل بيها ايه الايد. هحتاج بس اللون غير اللون الفسفوري لان هشتغل بيه الايه الكمام، فمش هيبان معايا يعني مش هينفع، فخليني بس اجيب لون مختلف وابتدي اشتغل. انا بلون البشرة اهو بعمل 1 حشو 1 تزايد 3 مرات، يبقى 1 حشو 1 تزايد 3 مرات. عشان السطر ده كده يبقى عندي 9 غرز حشو. كده يبقى عندي 9 غرز حشو، يبقى 1 حشو وتزايد 3 مرات. تمام. تعالي بقى السطر اللي بعده. بصي دخليها بقى ايه لجوه، حاولي تتنيها لجوه عشان تبقى ايه شغلك بقى مظبوط تعرف تشتغل. هشتغل هنا ايه بقى؟ 9 غرز حشو ثبات. هشتغل ايه؟ سطرين على 9 غرز حشو. تمام خلاص عملت السطرين. طيب هنا بقى هعمل تناقص بس من 3 غرز حشو، يعني عملت 3 مع بعض تناقص، يعني 3 غرز خدتهم مرة واحدة تناقص ثلاثي. وبعد كده اشتغل على كل غرزة هتقابلني غرزة. يبقى انا عملت في اول السطر تناقص ثلاثي. تناقص ثلاثي يعني ايه؟ 3 غرز مع بعض خدتهم مرة واحدة. وبعدين اكمل بقية السطر باقي الغرز اللي معايا. كمل بقية السطر. خلاص انا كده ايه خلصت اهو. شايفه بقى علشان انا عاملاها باحكام، اشد الخيط كويس وادخله جوه، يبقى ايه الخيط ده هو اللي هيحشي الايه الايد من جوه. انا مش محتاجه اكتر من هنا ايه بالخيط ده. تعالي بقى للون الجلابيه. عملت غرزه بره
ومن جوه الحلقتين وعديت من وسطه، بغير اللون الجديد خلاص، انا كده مش محتاجة لون البشرة خلاص، تمام كده ماشي. تعالي بقى على اللفة الامامية من الايد، شايفة اللفة الامامية اهي، دي اللفة الامامية، هوضحها لك اكتر اهو، اللفة الامامية هشتغل عليها، اخد بس معايا الخيط، واحدة حشو واحدة تزايد، ده بلون الايه الجلابية بقى، يبقى هشتغل واحدة حشو وواحدة تزايد على اللفة الامامية، واحدة حشو وواحدة تزايد، واحدة حشو واحدة تزايد، خلاص انا كده ايه جاية للايه السطر الجديد. طيب هشتغل بقى على الغرزة كلها، بس ادخل الخيط ده وحش شوية فايبر صغننين كده جوه الايد اهو، دخل بس شوية الفايبر دول باي حاجة عندك بقى، بمقص بجفت اي حاجة اللي تلاقيه قدامك، دخلي بيه ايه شوية الفايبر، حبه صغننين بس خلاص. والخيط ده انا مش محتاجة اقصه، كفاية كده قوي كفاية تمام. تعالي يلا السطر اللي بعده هعمله ثبات على كل غرزة حشو هتقابلني، اشتغل غرزة حشو، السطر ده ثبات بس فين بقى؟ في الغرزة كلها، يعني تحت الحلقتين انا داخلة اهو، هعمل سطر ثبات اهو، مفيش لا تزايد ولا اي حاجة، وجوه الايه الغرزة ذات نفسها خلاص، السطر ده كله هشتغله كده جوه الغرزة ذات نفسها، واعمل سطر ثبات اهو تمام كده. تعالي بقى السطر اللي بعده في نفس الغرزة برضو كلها، هعمل واحدة حشو وواحدة تزايد، غرزة حشو وغرزة تزايد، هكمل السطر كله واحدة حشو وواحدة تزايد، خلص كده واحدة حشو وواحدة تزايد، واحدة حشو وواحدة تزايد، عشان يديني الوسع كده بتاع الايه القمام، تحسي انها ايه واسعة، واحدة حشو واحدة تزايد، هي دراعها ايه مليان، فاحنا عايزين الايه كمام تبقى مليانة، فهنعمل لها وسع تبقى واحدة حشو واحدة تزايد خلاص. طيب انا هشتغل بقى كده، هعمل ثبات 14 سطر ثبات على 15 غرزة حشو، هقعد اشتغل في كل غرزة حشو، هعمل غرزة حشو كام سطر؟ 14 سطر تمام. طبعا انا هعمل منها ايه اتنين، هعمل ايدين خلاص، يبقى اكمل انا كده الدور ده ايه 14 سطر على 15 غرزة حشو اهو كده ايه 15 غرزة حشو، هعمل 14 دور ثبات على 15 غرزة حشو. تعالي بقى حتة السلك، انا زي ما قلت لك بجيب ورق لزق والفه على السلك الكهرباء زي ما انا مورياكي كده، وايه انا لفاه، بس انا حابه اوريك التفصيلة، وادخل السلك جوه الايه شايفه الفايبر، بس المقاس بقى اللي انا عايزاه، يعني انا هستكفي بكده، يعني انا مش عارفه الطول، فحاول بس الاول احط فايبر حوالين السلك، وبعد كده اقص الايه السلك، انا لسه مش عارفه الطول هيبقى قد ايه، انا عاملاها طويل شويه، هقص إيه؟ لا الاول احط فايبر، احط فايبر الاول، احشي الفايبر كويس بس ما تملهاش قوي برضو تمام. انا كده قصيت بقى ايه السلك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 دور خلاص. شايفه انا من فوق عندي فراغ اهو، شايفه هنا في فراغ، وقصيت السلك قبلها بشوي. طيب هنا بقى هعمل تناقص 2، هقفل بقى الايه الدور، 3 هقفل ايه كله السطر، هعمله تناقصات 4، شايفه انا بعمل كل غرزتين مع بعض، ما انا عايزه اقفل ايه الايد، خدي بالك عشان احنا من هنا هنخيط، فحاولي ما تحشيش فايبر للاخر علشان احنا هنا
من خيط، باخد كل غرزتين مع بعض، وما تمليش السلك لفوق، يعني نزليه تحت شوية. خلاص اهو تمام. تعالي بقى السطر اللي بعده، هعمل برضو تناقصات مع بعض، كل اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض. انا حبيت اسهل عليكي، وما حبيتش ان هو ايه تبقى الدراع يعني ايه عاملة تشابك بالجسم، لا انا حبيت ايه تخيطيها لبر، خلاص تبقى الدنيا سهلة معاكي، تبقى عروسة سهلة. اهو السطر كله تناقصات، بالتالي ما فيش اسهل من كده. عروسة لو حابة تعمليها مجسم لأي حاجة تانية اعمليها، او حابة تغيري اللون الجلابية غيري. اهو شايفة بقى انا حاطة سلك عشان اعرف اتنيه. بصي الفكرة ان انا هخيطها كده اهي اهي، ما عملتش ان انا ايه خليت الجسم متواصل مع الايد، لا دي سهلة جدا. هخيطها بقى ايه اهي، انا هقص خيط طويل علشان هخيط بيه في الجسم. خلاص تمام كده. هعمل ايه؟ هعمل ايدين، هعمل اتنين ايد يعني. تمام. تعالي بقى الاحلى حاجة بقى، القناع. شايفة القناع؟ لا استني، اسمه برقع. اسمه برقع، برقع ولا قناع؟ ممكن تقولوا لي بقى ده اسمه برقع ولا قناع في الايه في التعليقات. عموم بصي بقى، انا جايبه شريط ساتان، فانا ما عنديش عريض تمام، انا عندي رفيع، فهعمله كام سنتي؟ بصي معايا، هو المفروض 7 سنتي، بس انا هعمله 8 تحسبا لاني ايه هلسعه بالولع، فهعمله مقاس 8 سنتي. هقص 2 قطعتين من الرفيع ده 8 سنتي تمام. انا بقص اهو قطعتين. طيب وهعمل فيهم ايه؟ هخيطهم الاتنين في بعض من الطرفين كده بخيط نايلون شفاف، بحيث انه مبيبانش، وانا عايزة اخيطهم او الزقهم، فانا مش هعرف الزقهم، فالاسهل ان انا اخيطهم بالخيط الايه النايلون ده، مش هيبان، او خيط الشفاف. فهخيط الطرف ده والطرف ده. بص انا معاكي في التفصيل كله مع بعض، بس ما تنسيش تقولي لي ده قناع ولا برقع. تمام اهو، هخيط الطرف ده على الطرف ده بالراحة خالص. حاولي ان انت ما تبينيش من بره حاجة، يعني على قد ما تقدري ما يبانش من بره الخياطة ان انت بتخيطيها. بصي انا زي السراجة، انت بتدخلي الابرة وبتطلعيها اهو، حاجة بسيطة خالص، نخيط كده مع بعض بالراحة. عندك عريض 2 سنتي شغال ماشي، انا ما عنديش، ما عنديش غير اللي هو ايه سنتي واحد، فانا هعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ فهضطر ان انا ايه اخيطهم الاتنين في بعض واثبت عليهم كده كويس، يعني تبتي كويس، حابه ترجعي تاني تخيطي مفيش مشكله خالص، بس خدي بالك مش هخيط للطروف، يعني قبل الطرف كده بشويه بس، بنص سنتي من هنا نص سنتي من الجهه الثانيه، عشان زي ما قلت لك انا هلسعه. تمام. اقص بس الخيط بالولاعه، السع ايه الخيط لانه نايلون فسهل قوي ان انا ايه السعه. طيب انا عايزه اعمل الكيرف ده، شايفه الكيرف ده؟ طب هعمله ازاي؟ بصي جايبه ميلان ازاي من تحت، من تحت، فبالولاعه كده بالراحه خالص، بالولاعه كده بالراحه، يعني هنطلع بقى الروح الايه الفنان مننا، فبالراحه خالص كده هن ايه هنلسع. احنا معانا سنتي فما تقلقيش ما تخافيش، حاول بس ان انا ألسع. بصي بالراحه، هي إيه الولاعه دي كده ايه، لا الولاعه دي كده حاميه شويه، جرب كده الايه الولاعه الاخف، بصي ولاعه بسيطه خالص، بلاش الحاميه، الحاميه كلتها. تمام بالراحه خالص كده، اتاكلت مني سن، مش مشكله مش مشكله، يعني انا معايا نص سنتي فانا مش قلقانه خالص اهو. احاول بس ايه، شايفه؟ بصي بالراحه خالص، دي فكره ان انا معايا شريط ساتان عشان كده. على فكره يا جماعه انا جربت اعمله بالكروشيه، لا مش حلو خالص، انا جربت كذا محاولات. تمام. لا هو احلى حاجه بالايه بالشريط الساتان، جاي معايا جميل جدا. احاول بس هروقها كده، ألسعها ألسعها. بصي شايفة بالراحة خالص، يعني سنة كده، بصي ما بجيبش الولعة قوي، لا من تحت كده، شايفة اهو
تمام. تعالي بقى اعمل الجنب التاني بالراحة خالص. بصي اهو شايفة متحكمة انا فيها بالولاعة الايه الضعيفة دي. احاول اعمل التاني معاكي نص سنتي ونص سنتي، فما تقلقيش. حابة تاكلي كمان؟ هاكل كمان كده. ايه تاكلت مين؟ مش مهم، مش مشكلة، انا لسه معايا برضو اهو شايفة لسه معايا مسافة، فما عنديش مشكلة خالص، تاكلت عادي. عشان كده انا سايبة نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا. اعدلها اكتر كمان، لسه عايزة تتظبط شوية اهي كمان سن حلوة كده. طيب تعالي بقى، انا كده من الجنب عايزة سنة كمان، معلش خدها سنة كمان كده بس من الجنب، وسنة من الجنب ده مفيش مشكلة خالص معايا. انا عايزاها توصل لسبعة سنتي. شوف كده ايه الاخبار، ايه الاخبار؟ نفس اللي انا كنت عاملاه قبل كده. لا انا عايزة كمان سنة، معلش. تعالي بقى عند النص كده، انا كده تمام اهو عند النص، وهقسمها بايدي اتنين اهو، قسمتها بايدي اتنين عشان تعمل الايه الحتة اللي في النص دي. طيب تعالي بقى انا عايزاكي الشريط هاجي على الطرف كده وهقصه بالراحة خالص. انا عايزة اخد الايه الطرف بتاع الايه الشريط، طرف الشريط هقص منه حتة طويلة، طرف الشريط بقص معاك اهو حتة طويلة طويلة عشان هاخد منها كذا جزء اهو. هقص كمان كمان بزيادة معايا كمان شوية. انا عايزة طرف حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة مش النص، لا اقل من النص بشوية. تمام. طيب هلسعها بس بالولاعة، الطرف بس بالولاعة، وهاجي في النص. بصي بقى الحتة دي انا هعمل ايه في النص، هاجي انا لسه ما قصتش حاجة اهو، هاجي من النص كده واقوم تنياها لجوه عشان اخيطها. يعني هاجي على النص واجي من يعني ايه اسيب طرف كده لجوه اهو شايفة، وهخيطها وهخيط الحتة دي انا اهو شايفة. بصي انا جاي معاكي اهو، تنيت بس يا دوبك حتة لجوه وهخيط بالراحة خالص معاكي اهو في كل تفصيلة. تعالي هنا بقى قيس معاكي اللي كانت في النص دي كانت كام سنتي، كانت 6 سنتي اهي ماشي. انا كده هقف عند 6 سنتي وهقص ايه الشريط الستان اللي في النص. انا كنت عامله واحد قبل كده، فانا ايه هعمله معاك، يعني انا بعمله قدامك كمان مره لان يعني انا عملته محاولات كتيره في ايه، فعايزاكي تشوفي بالتفصيل انا عملته ازاي. تعالي بقى اللي في الجنب ده اللي على الطرف، هاخد واحده على الطرف وهخيطها، بس هخيطها بقى من جوه، انا مش محتاجه اعملها من بره خلاص، لا انا محتاجه اخيطها من جوه. هلسع الطرف بتاعها وخيطها من جوه، هي اللي في النص بس اللي بخيطها من بره عشان تبان، ممكن دي انا مش محتاجة ابينها. وبالخيط اللي هو النايلون او الشفاف وهخيط الحتة دي كده بسيطة يعني مش كتير اهي، اخيطها واتبت عليها بس عشان ايه ما تقعش. واقصها بقى ابيض ايه بالولع، اتبت عليها بالولع، انا بس بعمل ايه الطرف بالولع خلاص اهي، اثبت عليها كمان مرة. تمام هقيس بس مقاسها زي التانية، هتبقى 6 سنتي نفس الحكاية، هقيسها لك تاني كمان اهي 6 سنتي. انا حباكي تبقى ايه، لا هي هنا طالعة 7 سنتي، طالعة 7 سنتي اطول شوية، بس انا وانا هخيطها على فكرة هي خليها 6 سنتي عشان لما جيت اخيطها، لا خليكي 6 سنتي بلاش 7 اهي. والتانية نفس الحكاية، قص بس الطرف ده والسحها بالايه بالولاعة واخيطها بقى انا من الطرف.
فخليك الطرفين 6 سنتي، واللي في النص نفس الحكاية 6 سنتي. تعالي بقى، انا هاجي هنا، انا محتاجة ان انا اوصل التلاتة دول في بعض، فهاجي من النص وهخيطها النص. بس انا محتاجة، خدي بالك، انا محتاجة اطول من الجنب ده ومن الجنب ده، ماشي؟ يعني في طرف من هنا، لان هلفها على راسها من ورا. بصي انا هنا في النص اهو، خيطي اللي في النص وسيبي شوية من هنا وشوية من هنا. اقص بس ايه اللي اثبتها كده الاول، ثبت الايه الخيط اهو. اهم حاجة انك تثبتي اللي في النص، تمام؟ تعالي بقى هنا هنعمل ايه، هنحاول ان احنا ايه نطرز الايه الحتة اللي بالابيض دي، اللي فوق اللي بالابيض. بصي انا هدخل من ورا بخيط القطن من ورا، من اي مكان، خليني من ورا، من عند الرقبة من ورا، ماشي؟ وهدخل لقدام. هو التطريز ده عبارة عن ايه؟ يعني خطوط كده، حاجة بسيطة، اي حاجة انت بتعمليها، مش شرط حتى ان انت تعملي زي ما انا بعمل، اي خطوط كده اعمليها كده منظر. عندك حتة ركامة ممكن تعمليها، بس انا فعلا جبت الركامة مش حلوة لانها عروسة صغيرة، فمش حلوة الركامة. انا هعمل خطوط كده اهو، خطوط، بس هروح وهاجي هعمل خطوط تحت الرقبة. ركزي ان احنا كده في الايه قدام، ان في البروز كانت قدام في الفستان في الجلابيه اللي لابساها، وده الوش اهو اللي كان فيه التزايدات، فركزي ان ده ايه قدام. هعمل بس خطوط رايحه جايه بس كده باللون الايه الابيض. وتعالي هنا هدخل بقى من ايه، هعدي من تحت الخطوط دي، يعني هعدي واحده وواحده وواحده، يعني بصي هنزل من تحت الاولانيه واطلع من فوق التانيه وانزل، يعني عارفه اللي هو ايه، هطلع وانزل واطلع وانزل، من فوق واحده ومن تحت واحده. المهم ان انا انزل لتحت عشان هعمل خطين كده، بصي اهو، وانزل من اخر واحده، انزل بس اعمل خط كده واطلع تاني نفس الحكايه، اطلع من اول خط، شايفه؟ بصي انا بس يعني انا عايزه اوريك التفصيله ازاي. انا بطلع من فوق الخيط ده ومن تحت الخيط ده ومن فوق الخيط ده، واحاول اطلع بقى بالابره. انا هعمل كده 3 مرات، يعني 3 خطوط كده، يديني منظر كده في الجنب، من الجانبيه بتاعتها فيها ايه خطين 3 كده من الجنب، خلاص. وهنزل تاني نفس الحكايه، هنزل بس خط كمان لتحت، خلاص، خط بس كده، واطلع بقى من الابره من الجنب اهو، اعمل خط كمان كده صغنن واطلع بقى، خلاص. بس كده تعالي اطلع بقى من ورا بالايه بالابره، خلاص. اثبت بس الخيط الابيض، اخش كده كذا مرة ما بين الفايبر واطلع، خلاص انا مش محتاجة خلاص الابيض كده، انا خلصت الجزء الابيض، تمام. تعالي بقى هنا هرسم بس بالايه بالقلم الحراري، هعلم هنا وهنا. انا محتاجة هنا وهنا ان انا هعمل وردة هنا وهنا، فانا محتاجة ان انا اعلم بالقلم الحراري، شايفة هنا النص، خلاص، يبقى هنا يمين وشمال باللون بقى البرتقاني اهو. هدخل بالخيط الكوتون بارلي، انا عملته مجوز، وهدخل مكان ما انا علمت، وهعمل، عايزه اعمل دايره، اشد بس ايه الخيط بس مش قوي، عايزه بس هعمل دايره كده صغيره، اي دايره، يعني اعملي اي حاجه، المهم تبقى شكل ايه دايره، شمال يمين اي حاجه، المهم انها شكل ايه دايره. بصي انا هعملها اي حاجه كده يعني، خلاص عملت الدايره. تعالي الجهه الثانيه هعمل نفس الحكايه، نفس الدايره دي اعملها الجهة التانية، اي دايرة يعني. بصي احنا كده كده هنشتغل يعني حواليها في الاصفر، فما تقلقيش يعني، مش لازم دايرة قوي ان انا اعملها ازاي، اي حاجة هتيجي معاكي دايرة. بصي بلف اهو وهطلع من فوقيهم، من فوق الخيطين اللي انا عملتهم، هتديني شكل دايرة. معلش انا اسفة، الكاميرا اتحركت اهو،
تمام كده. تعالي بقى روح للجنب هنا، هعمل نفس الحكايه. انا بعمل عشوائي، بس اللي هو على اللي في النص اللي في الجنبين دول، لا دي مش عشوائي، انا عامل قصدي ان انا اعمل في الجنب ده والجنب ده، لكن هنا بقى هعمل اي ايه، اي حاجه كده عشوائيه. وهعمل الاول، انا هعمل الدوائر دي بالبرتقاني، يعني هشتغل الاول الدوائر وبعد كده ابقى اشتغل الاصفر. يعني ركزي ان انت تعملي الدوائر الاول وبعد كده تشتغلي بالاصفر. بصي انا اهو بحاول ان اعمل ايه، دايره. انا مش ضليعه في التطريز، يعني مش شاطره قوي، بس هي جايه معايا، يعني هتيجي معاكي واحده واحده اهي. شايفه بقت تور يعني دايره، خلاص اهي ماشي. خلصت كده بالبرتقان اهو، انا عملت الاتنين دول وبعدين عملت شويه عشوائي كده تمام كده بالبرتقان. تعالي بقى باللون الاصفر، وهدخل من ورا اي مكان يعجبني، هعمل كده ايه الورق بتاع الايه الورد باللون الاصفر اهو عشوائي كده، يعني مسافه غرزه واحده، واعمل كذا خط 4 مرات، يعني 4 ورقات. يعني بصي اهو انا هروح واجي 3 مرات كده، 4 مسافه غرزه. ركزي في حركه ايدي وانت هتاخدي بالك انا بشتغل ازاي، مش صعبه، سهله جدا اهي. هي عموما الاصفر مع البرتقال هيديكي شكل حلو، في ما تقلقيش. خلاص اهو اجي بقى الجنب التاني، انا عايزه اعمل 4 ورقات. انا بعمل الورقه التانيه اهو 3 4 مرات كده جنب بعض. انا عايزه اقول لك ان العروسه دي ممتعه في شغلها، ممتعه يعني كل تفصيله فيها لذيذه حلوه قوي، يعني انا حبيت ابدع فيها كده. تعالي ايه تالت ورقه اهي، تالت ورقه اتمنى كده تنفذيها وتبعتي لي على الايه الصفحه بتاعتي وتوريني كده ابداعك. انا متاكده ان انت مبدعه وعندك روح الابداع يمكن اكتر مني كمان، وممكن تعمليها احلى مني كمان. انا اديتك الفكره وانت فرجيني هتعمليها ازاي. تمام اهو دي رابع ورقه هعملها، اهي بصي بدخل وبطلع مسافه غرزه واحده، ما تزوديش عن غرزه واحده عشان ما تكبرش منك، انا عايزاها حاجه بسيطه. وزي ما قلت لك انا جربت ان انا اعملها لوحدها بره، لا شكلها مش حلو، حاولي ان انت تطرزيها كده لذيذه جدا وبسيطه. شايفه احنا لو احنا بنعرف نخيط بنمسك الابره والفتله اهي سهله خالص اهي ماشي. اخر بس ايه واحده هاجي معاها بس خط، حابه ان انا اتقلها كمان اكتر من 4 مرات، تقليها مفيش عندك مشكله خالص. كمان هتقل ايه واحده بس كده كمان اهي كده. انا خلصت اهو الورد كله اهو، عملته زي ما انا وريتك. والايد نفس الحكايه، هعمل بقى على الايد نفس الحكايه، هعمل بالبرتقاني الاول دايره وبعدين حواليها ايه بالاصفر، نفس الحكايه بالظبط، نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا. يعني هشوف كده ايه 4 وردات كده، مش هكتر، 4 وردات كده هتعمليهم هيبقى شكلها حلو قوي. خلاص هعمل نفس اللي عملته هنا هعمله هنا. خلاص انا خلصت دي وعملت الايدين، سيبهم بقى على جنب تمام. تعالي يلا بقى نعمل الممتعه بقى، الممتعه اللي هو ايه العين. بصي انا زي ما قلت لك دي ايه قماش بتاع الايه الشنط اللي احنا بنشتري فيها الحاجه. هرسم العين، يعني انت بصي رسمه العين او بصي لحركه ايدي. بصي انا عملت ازاي، شايفه انا جيت بميلان من فوق ومن تحت اهو، شوفي هعمل ايه، هاجي كده خط كده. بصي العين الرسمه حتى الكرتون واعملي زيها اهو تمام. انا هعمل 2، واحده زيها نفس الحكايه. تعالي نقصقصهم بقى، نعمل 2 ونقصقصهم كده براحه خالص خالص، وما تقلقيش لو ايه
مزودة سنة ولا بتاع، ما تقلقيش، لو المقص مش ما يعني احنا هنلسعها برضو بالايه بالولاع، فما تقلقيش. احنا عملنا ايه؟ 2. هنشوفيها هلسعها برضو بالولاع، ان هو قماش كده ايه، هو مش هينسل، بس برضو نلسعها بالولاع، ونحاول ان احنا نيجي يعني لو عايزين ناخدها حتة كده سنة من تحت ماشي تمام. والتانية نفس الحكاية، هلسعها برضو بالايه بالولاع. بصي انا بجري بالولاعة ازاي، شايفة بجري بيها مش بقف، لا انا بجري بيها. تمام كده احنا عملنا الاتنين اهو. تعالي يلا بقى النص لولي هحطهم كده، انا على القماش اللي هو اللي باللون الابيض حطيت اهو، احط النص لولي هلزقها بقى بمسدس شمع، الزقيها بمسدس شمع، بس حاولي تبعدي سنه صغيره عن ما انا ايه عملتها كده، يعني لان انا عاملاها كده ايه محوله شويه، فحاولي تبعدي سنه كمان. بص شايفه المسافه، لا انا عايزاكي تبعدي اكتر سنه عني. تمام خديها زي ما هي كده. تعالي بقى الحته اللي احنا قصناها هنلزقها برضو بمسدس شمع. بصي انا عايزاها شايفه الميلان ازاي، حاولي تبصي لصوره الكرتون وتعملي زيها، بس بصي حاولي تبصي لها وتعملي زيها. انا شايفه انا ببص لصوره الكرتون وبعمل زيها، هي جايه على النص لولي دي كده على بؤبؤ العين كده وجايه الجفن عليه، فانا بعمل نفس ما شفتها بمسدس الشمع وهلزقها، بس نقطه صغيره ما تزوديش عشان ما يبانش منك، واحاول الزق برضو من هنا نقطه صغننه ما تزوديش عشان الشمع ده مش قماش فبيبان، فحاولي حاجه بسيطه دي حتى هنا ايه مش لازقاها قوي، فحاول ان انا الزقها اكتر سن من ورا كمان من هنا، الزق برضو سنه صغننه سنه صغننه كده ما تكتريش من الشمع. عندك اوهو يبقى جميل، الاوهو احلى، بس انا ما عنديش. خلاص الزق برضو الطرف ده كده على الايه على النص لولياية، لاني انا زي ما شايفه الكرتون هي جاي الجفن على ايه على عينيها، تديكي شكل حلو قوي. تمام علي اعمل الجهه الثانيه، الجنب التاني نفس الحكاية اهي. دي بصي دي احلى مرحلة في العروسة، ان انت يعني تبتكري العين دي معمولة ازاي، او تبتكري شكل العين. تمام هاجي بقى هلفها كده وهلزق ما تزوديش من الشمع، خدي بالك. عايزاك الحتة اللي في النص دي، انا كنت هنا نسيت ان انا اقصها، الحتة اللي في هوريها لك اهو، الحتة الابيض اللي ما بين الجفنين دي قصيها، ما تسيبيهاش الحتة البيضة دي ان انا حاطة صابع عليها دي قصيها. خلاص اللي في النص دي اللي ما بين الجفنين، اللي في النص اللي فوق العين دي قصيها. خلاص انا هنا ما كنتش فاكرة ان انا اقصها. تمام كده انا خلصت ايه العينين. حاول بقى ان انا ارسم بالايه بالقلم الحراري لتحت، ما هنا بقى ايه عايزة شكل العين، هعمل نفس الحكاية بالقلم. وتعالي يلا بالمقص، انا علمت اهو بالمقص كده نقص، نحنا عملنا العين اهو شايفة، هقص بقى حدد بقى ايه العينين. تمام كده تمام اهي، محتاجة بس ان انا ألسعها سنة من فوق واخد الحتة دي كده سنة برضو سنة صغيرة بس بالولع. تمام كده تمام. بصي اهي شايفة، بس حاولي بقى ايه تظبطيها فوق الايه الخدود اهي. طيب نسيبها على جنب وتعالي نعمل الاول الايه الرجلين. الرجلين شايفة انا في النص اهو، انا كده على الوش شايفة التطريز وكل حاجة، انا كده وش في الوش هاجي كده لبره، احاول ان انا اخيط بقى الرجل الاولانية من تحت
هاخد حتة من الجسم من تحت وادخل بالإبرة لفين؟ للرجل. يبقى من تحت في الجسم للإيه؟ للرجل. من الجسم للرجل بدخل بالإبرة بنفس الخيط، أنا ما كنتش قصاه، عشان كده قلتلك ما تقصيش الخيط ويبقى إيه الرجل يعني مش مليانة، الرجل دي طالعة لبره. وخدي بالك واحدة لبره قوي، واحدة الجهة التانية لبره قوي، تاخدي بالك من التفاصيل دي عشان تديكي شكل حلو قوي. أهم حاجة التفاصيل البسيطة الصغيرة ده بتودي العروسة في حتة تانية خالص. خلاص اهي شايفة رجلها طالعة لبره ازاي، حابة ان انتي تخيطيها اكتر خيطيها. تعالي بقى ايه، هخيط الرجل التانية اللي بره، خدي بالك وخدي بالك القدم لبره، تمام؟ يبقوا باصين لبره اهو. خيط بقى انا ايه، خيط الاتنين، شايفة انا دي على الطرف، تخلي دي على الطرف ودي على الطرف، هخيطها بنفس الخيط بتاعها. معلش يا خي كده ايه غلط، خيطتها خلاص تمام. تعالي بقى الايدين للجنب، في الجنب اهو، انا في الجنب بنفس الخيط بتاعها وهخيطها غرزة من الجسم. انا بس خدي بالك من الايد كويس، غرزة في الجسم وغرزة في الايد، غرزة في الجسم وغرزة في الايد، تمام اهو. وهروح بقى ايه للجنب التاني، هخيط الايد التاني، انا خيطت ايد، هخيط الايد التانية، احط لها بس دبوس عشان اعرف اخيطها واعرف انا هشتغل فين، بس انا بشتغل تحت الرقبة على طول، تمام؟ عشان تبقى الايدين تحت الرقبة على طول. خيط الايدين الاتنين وارجع كده، انا خيطت الايدين الاتنين. تعالي بقى هنا في المرحلة دي نركب العينين. بص انا هركب العينين فين، فوق الخدود كده، فوق البروز اللي احنا عاملينه تزايدات، حط دبوس هنا ودبوس هنا في الجنب التاني، وسطنيها يعني، حاولي ان انت توسطنيها هنا معقولة، تمام؟ وحط دبوس كده اهي خلاص، واشوف كده القناع بتاعها مظبوط، اظبط بس الدنيا تمام تمام ماشي كده حلو قوي. انا بس اظبط الدنيا معايا، انا بحاول اشوف انا محتاجة اطلعها شوية ولا ايه اخليها كده. خلاص انا كده لزقتهم، لزقت العينين. تعالي بقى، انا كنت لسه كده من الجنب ما خيطتش الجنبين، انا سايبة الجنوب. تعالي بقى نظبط، خلاص انا خيطت الجنبين اهو، بس زي ما قلت لك خلي الجنب ده 6 سنتي وده 6 سنتي. هربطها بقى من ورا، هلزقها، خليني ألزقها أفضل. حط بس دبوس، دبوس الجهة التانية، هعملها زي حرف V كده وهلزقها بقى أنا. بس حلوة كده قوي، تمام؟ ايه رأيك؟ ما تنسيش تقولي لي ده برقع ولا قناع، عشان أنا مش عارفة يعني ده اسمه برقع عندكم ولا قناع. اهو اظبط بقى الدنيا كده، حاولي ان انت تظبطي الدنيا بتاعتك كده اهو، والزقهم يعني احط دبوس كده والزقها وارجع لك. تعالي بقى اقيس لك بس الحته اللي من فوق دي كانت كام سنتي، كانت 6 سنتي خلاص. ومن الجنوب دي اهي تمام، يعني انا من فوق 6 ومن الجنبين كل واحده 6 سنتي خلاص. انا بس كنت حابه اعرفك انا بشتغل كام سنتي بالظبط عشان تعملي زي ما انا عملت كده. انا لزقته وخلاص كله تمام. تعالي يلا بقى نعمل لها الطرحه اللذيذه دي. بصي بقى، انا هجيب قماش واقيس كده على قد الراس كده حته كده صغيره، هقص كده حته صغيره على قد راسها. وبصي بقى انا هعملها ازاي، انا بس هدورها من فوق، هوريكي انا هدورها ازاي. انا قصيت حته صغيره، بصي هدورها ازاي، هلف بالايه بالمقص كده. انت وانت بتخيطي بتلزقيها هتظبط معاكي، فما تقلقيش يعني، خدي بس دوران كده
من الايه؟ من الطروف، من الطرف كده. خلاص كده مفيهاش مشكلة خالص. احاول بس ان انا ايه الفها كده، اظبط الدنيا على راسها، بس اهم حاجة تبقى ايه مش كبيرة قوي، خدي بالك من الطول. تمام، تعالي بقى بالولاعة والسعي الجنوب، لان طبعا اكيد القماش ده بينسل، لان انا مش مخيطاه، فالسعي بالجنوب كمان هيديكي سمك كده ان هو ايه واقفة. خدي بالك الطرحة كده بتاعتها هتبقى واقفة، انتي لما هتلسعيها بالولاعة هتبقى واقفة. تعالي اقولك انا عملتها كام سنتي، 20 سنتي. تمام، انا اطول منها السن، وعرضها اهو انا معاكي اهو في التفاصيل. تمام، طيب تعالي بقى حطها على راسها، انا هلزقها، بس الاول محتاجة ان انا ادبسها بس الاول بدبابيس، يعني اظبطها بالدبابيس. شوفي عاملها ازاي، امسكها هنا من جنب بدبوس. انا عايزة برضو خدي بالك ان الراس تبان، يعني خدي بالك ان الراس تبان، وهاجم الجنب ده على القناع واحط دبوس. ماشي، ظبطيها بقى، ظبطي لها الطرحه بتاعتها، بس انا عايزاها تبان، يعني خدي بالك ان انا عايزاها تبان، يعني عايزاها تبان من الجنوب، مش عايزاها تبقى لورا كده زي الست ام خماس مش باينه، لا انا عايزاها تبان اهي. ايه رايك اموره عسوله ام خماس دي اوي كده. انا لزقت الطرحه اهو من الجنب ده ومن الجنب ده، بس انا حباها تبان من الجنوب. تمام، بقت شكلها تمام اهي، وظبطت كل حاجه بقت تمام، وبكده خلصت ام خماس القمر اهي، جاهزه كده تمام معانا، احلى ام خماس في الدنيا. شايفه بطرحتها الجميله، بجلابيتها، بكل تفاصيلها. اتمنى اكون اجتهدت وقدرت ان انا اعملها بتفاصيلها وبسهوله، واتمنى بقى ما تنسيش اللايك والمشاركه، وأشوفك بفيديو جديد إن شاء الله.